تعرفت عليها عن طريق ستوري عن انستغرام بطريقة غريبة، وأنا اختصاصي لغة عربية، فهي كانت ناشرة ستوري يخص تصحيح لغوي أو أي شيء، فدخلت عليها صححت لها المعلومة، صارت مشاكسة يعني كلامية يعني ممازحة بسيطة بخصوص الضحك وأمور. روايته ليست خرافة، بعد ظهور التكنولوجيا وامتزاجها بتفاصيل حياتنا اليومية، صار بالإمكان للقلب أن ينبض منذ أول تعليق أو مع مشاركة أي منشور أو حتى من خلال وضع علامة الإعجاب. لا بأس بالتعارف، لا بأس بالصداقة، لا بأس بالإعجاب، بس المسألة من توصل الحب ومسألة من توصل التحديد مستقبل، قرار الزواج شي لحظة تاريخية، لا احنا بالعراق عندنا المستقبل الزواج، انه من توصل هيش لحظة مفصلية لازم تكون انت تخلي حد، لازم تتأكد من الشخص شنو، فعلى ما تتأكد لازم انت تلتقي بي، ما الإلكترونية ما انصح ابدا. في قانون المجتمعات يعد عشق الحروف الإلكترونية والكيبورد باطلاً، وأي زواج يولد من خاصرة فيسبوك فاشلاً، لكن التائهين في دروب الهوى لا يلتفتون لما يقال، فالحب أعمى وأطرش وترك قيادته لقلب مجنون. هو اللي دي يصير يعني عندنا بالواقع الاجتماعي انسحب وين للواقع الالكتروني، صار اكو مجال اوسع انه يصارحون اللي مقابلهم، خصوصا اذا كانت اكو هناك مجهولية اجتماعية بالنسبة للطرف الاخر. إذن بين الحب والحاجة إليه تزداد ظاهرة المصارحة الإلكترونية التي باتت تنتهي بالزواج في بعض الأحيان. مع هذا فإن تخوف الفتيات من سيناريو الابتزاز الإلكتروني يفقدهن ثقة ما يصرح به الشباب عن خلجاتهم، فضلا عن وصول حالات الطلاق إلى أكثر من 6000 حالة أعلنت عنها المحاكم المدنية بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق لشهر مارس الماضي. وهذا ما زاد من تخوف النساء من الخوض في بحار علاقات الميديا التي تعتمد على الصورة والصوت وبعض الحروف العائمة. نعم، هي مجرد حروف تتراقص على شاشة الهاتف، قد تنتهي برقص مجنون، رقص لا أحد يعرف عاقبته، إن كانت سعادة دائمة أم تعاسة يعقبها الندم. إنه غرام عصر السوشيال ميديا، ما أعجبه من غرام. زينب المشاط، حديث بغداد، NBC العراق.